خمس غرز. والحمد لله الحمد لله يتعلى كذي، ترى كانت بتجي ببطنه، بس حط ايده يوسف يتبيده نزف رب وايد الكتاب. هنادي. الفيديو دزيت لك يا مي، ايه لا خرب. تقولين خروف عند المدرسه، ترى لا تستهينين خمس غرز ولا ست لا غرز، مهينة، هذا ممكن تكون وريد وريد ممكن هاي شروع بقتل، يعني هو كان يبي بالضبط يطعنه بمكان ثاني مو بيده. بالضبط.